المجسر هذا ترى يقلل من الحوادث. يعني هسه عاني من الناس ما اصعد الا على المجسر وانزل المجسر. اكو عاد اشوفها زحمه يقول لك ما متحرك الا ما درج سلم. عاد تشوف الدحق ما يمشي له خطوتين انبور يعني يستثقلها للشغله ويعبر والحوادث العصيب المثنى كثيره. افضل شيء عندك مثل ذاك اليوم السياره اللي انقلبت اثرها من قله الالتزام. زين شو نسوي سياج؟ نسوي السياج. سياج اذا اعلى احسن. الحقيقه المفروض اكو موجود سياج يمنع عبور الماره وينحصر فقط في الجسر لتسهيل امر السير وعدم حدوث الحوادث. صارت حوادث كثيره للزحام وعدم الانتباه فصير حوادث اعتيادي. فالجسر احسن طريق للعبور. اكو ناس تعبر من جوا الجسر يعني مرات احنا ننصحها ما يقبلون يقول لك لا انا اعبر من غادي. اكو ناس خطيه وعادته يعبر من فوق. اللي يعبر من جوا شو يصير؟ والله اعتيادي يطخ بالسياره ماطر مثلا يجي حادث ايش الحال؟ واكو لا ان شاء الله ماكو شيء ويعبر خطيه يعني يا لك خلاط و...